هذا ويواصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، حيث يستقبل المطار الطائرة الإغاثية العشرين من الجسر الجوي الكويتي محملة بعشرة أطنان من المساعدات، وكذلك الطائرة الإغاثية السعودية السابعة وطائرة مساعدات أردنية محملة باثني عشر طنا من المواد الغذائية. وأكد المطار قد استقبل أمس أربع طائرات مساعدات من السعودية والكويت وقطر والإمارات.